السلام عليكم. إذن الجلسة الثالثة والأخيرة، واحتمال راح نأخذ جلسة إضافية لأن أريد نكمل المادة اللي أخذناها اليوم. خلي نتعبكم شوية بس ما يخالف، على مود نسيطر على موضوع المسافة. كتبوا لي هذا السؤال، كتبوا لي السؤال: جسم يتحرك على خط مستقيم بتعجيل، هذا سؤال 12 بالتمارين، بتعجيل مقداره 4t زائد 12 متر بالثانية فإذا كانت سرعته قد أصبحت 90 متر بالثانية بعد مرور 4 ثواني، بعد مرور 4 ثواني، أريد طالب من عندكم يقول لي هذه المعلومة شنو فائدتها؟ إذن هذه المعلومة اللي ناطينها بالسؤال شنو فائدتها؟ خلي هنا نسوي لها فد إطار. أريد تقولوا لي هذه المعلومة شنو فائدتها بالسؤال، وهل الملاحظة إحنا ماخذيها لو ما ماخذيها؟ نعم مرتضى عمار. نعم استاذ، شنو فائدة المعلومة؟ نعم استاذ، اول شيء راح نكمل التعجيل ونلقى السرعة. اكيد راح نكمل التعجيل، يعني معناها راح يصير عندي تكامل الأربعة تي زائد 12 دي تي. اذا معناها ايش راح يصير عندي الفي تي؟ الفي تي راح يصير 2 تي تربيع. راح يصير 2 تي تربيع بعد شنو؟ زائد 12 زائد 12 تي زائد سي زائد سي. اذا المعلومة هذه اللي هي بالمستطيل الازرق شنو فائدتها؟ يعني ضمن المعلومات توصلنا لقيمة سي. ها عافية. اذا ناطيني الفي تساوي 90 وناطيني التي تساوي 4، شنو فائدة هذه المعلومتين؟ دائما من يعطيني تعجيل بالسؤال ويريد من عندي سرعة أو حتى يريد مني مسافة أو إزاحة، فتكامل التعجيل راح يوصلني إلى السرعة. تكامل التعجيل وصولا إلى السرعة يجب أن يكون تكامل غير محدد، يعني معناها زائد سي لازم تستخرج. إذن إيش راح أسوي في هذا السؤال؟ راح أعوض مكان الـ V 90 وراح أعوض مكان الـ T 4 تربيع 16 في 2 راح يصير 32 زائد 12 في 4 راح يصير 48 زائد C. إذن معناها قيمة C تساوي 10، صار هسه يؤدي إلى الـ V T تساوي راح يصير 2 T تربيع زائد 12 تي زائد 10. إذن صار عندي هسه الفي تي معلوم، هذا الفي تي معلوم. من الفي تي أقدر أنطلق إلى المسافة أو الإزاحة. هسه منو يقول لي شلون راح أجي أنطلق إلى موضوع المسافة؟ المسافة بالفترة 1 2، نعم أي 19. بعد نعم ب2. استاذ حنقول في دي للتي اكبر من اكبر من الواحد دائما، اكبر يعني من الواحد واكبر من الصفر، اكبر من الصفر اقصد دائما، اكبر من الصفر. زين اذا ايش راح يصير عندي؟ نقول في للتي ساوينا تكامل من 1 إلى 2 و 2 تي تربيع زائد 12 تي زائد 10 وأكاملها. إذن الحل الكامل للمطلب الأول بأن هنا الـ VT هو تكامل الـ ATDT، وطلع عندي الـ VT يساوي 2 تي تربيع زائد 12 تي زائد 10، وعندي هنا بهذا السؤال 3 مطالب. المطلب الأول ده يقول لي أريد السرعة عندما تي تساوي 2. المطلب الأول
السرعة عندما تي تساوي 2 أنا حصلت السرعة في أي لحظة؟ عندما تي تساوي 2 راح أجي أعوض مكان تي تساوي 2، إذن المطلب الأول راح يكون 42 والمطلب الأول راح يبقى واجب عليكم. زين، المطلب الثاني مثل ما تحدثت هسه قبل قليل، المسافة خلال الفترة 1-2 مكان ما هذه السالوفة كلها أكتبها بالامتحان، هذه السالوفة ما تنكتب، ايش تنكتب بمكانها؟ راح اكتب هنا ال في تي اكبر من الصفر. مكان ما اكتب هذه السالوفة اريد اكتبها تعبير لفظي، اريد اكتبها رموز، ال في تي اكبر من صفر، اذا المهم المسافة ستكون تكاملا واحدا على الفترة المعطاة، اكيد راح تكون قيمة مطلقة. طبعا هنا ما أريد من عندكم تكتبوا لي 32.6، هذا ماكو داعي، بمجرد أن توصلون 98 على 3 راح تكتبون عليها متر كلش كافي. إذن هذا المطلب الثاني وأيضا راح يبقى واجب عليكم لأن ما أخذنا معلومة جديدة في هذا السؤال. المطلب الثالث، الإزاحة بعد مرور 10 ثواني من بدء الحركة، أيضا هنا معلومة قديمة، الإزاحة راح تكون تكامل السرعة مباشرة على الفترة المعطاة، يعني معناها من 0 إلى 10، وهذا أيضا راح يكون واجب عليكم، والجواب راح يطلع 4100 على 3، هذا ماكو داعي أكتبه، إذن مباشرة 4100 على 3 وأكتب عليها متر. منو عنده مشكلة في سؤال 12؟ منو عنده استفسار يعتقد فد معلومة جديدة؟ هذا سؤال 12 من الأسئلة المهمة جدا، وإذا شوف هنا جاي بال 2019 وممكن يكرر بال 2021. منو عنده سؤال؟ زين، إذا سؤال 12 واضح إذن مباشرة ننتقل إلى سؤال 13، وهو من الأسئلة الهامة والهامة جدا جدا. تتحرك، كتبوا ياي السؤال، يعني ذاك سؤال 12 تركوا له مجال للحل. سؤال 13، تتحرك نقطة من السكون وبعد تي ثانية من بدء الحركة أصبحت سرعتها 100 تي ناقص 6 تي تربيع متر على الثانية، أوجد الزمن اللازم لعودة النقطة إلى موضعها الأول الذي بدأت منه، ثم احسب التعجيل عندها. هذا السؤال لزم العصا من الوسط مثل ما يقولون بالمثال العامي. نعطيني معادلة السرعة، مرة راح أنتقل بهذا الاتجاه ومرة راح أنتقل بهذا الاتجاه. زين، ايش جاي يقول لي هنا بالسؤال؟ يقول لي عندي فد نقطة، هذه مثلا نقطة اي، ورا الفطور رادت تروح شوية تتمشى، راحت إلى نقطة بي، شربت شاي يمها وكملت الشاي ورجعت إلى نقطة اي. زين، شنو المتأكد من عنده في هذه المعلومة؟ اي راحت البي وبعدين رجعت لنفس المكان مالتها. المتأكد منه بهذه المعلومة، هل المسافة المقطوعة أم الإزاحة المقطوعة وش قد؟ بعد نعم بي 24. الإزاحة تساوي صفر. الإزاحة تساوي صفر. إذن هذه السالوفة، الحلو في سؤال 13 ودا أقول لكم عليه مهم جداً، بأن مطاني بشكل صريح قال لي جد مسافة أو جد إزاحة، ما قال لي بشكل صريح،
إذا هنا طاني فسالوفة قال لي نقطة راحت ورجعت لمكانها. هسه هنا ايش قد مشت؟ يوم يومين 10 أيام نص ساعة ما أدري ايش قد مشت، المهم رجعت لمكانها. إذا هذه السالوفة معناها الإزاحة تساوي صفر. إذا ضمنيا دا يقول لي احسب الإزاحة، ضمنيا دا يقول لي احسب الإزاحة، والإزاحة هي تكامل السرعة. إذا اكتب لي، نفرض، كتبوا وياي، نفرض أن الزمن اللازم لعودة النقطة إلى موضعها الأول N. شنو قانون الإزاحة؟ قانون الإزاحة الاس تي تساوي تكامل من اي الى بي في تي دي تي. هذا قانون الإزاحة. هذه السالوفة كونت عندي صفرين، هذا قيمته صفر لأن الجسم راح ورجع لمكانه، وهذا أيضا قيمته صفر لأن انطلق من السكون، وهذه تمثل الأن الفرضتها. إذا معناها راح أجي أترجم القانون، نفرض الزمن اللازم لعودة النقطة إلى موضعها الأول هذا يا زمن اللي راحت ورجعت لمكانها، إذا هذا راح أسميه أن. هسه راح أجي أعوض بالقانون، شلون راح يكون عندي التعويض؟ الاس تي كتبوا وياي هذا صفر يساوي تكامل من صفر إلى ان، دا أعوض كل شيء مكانه. إذن هنا من صفر إلى راح يكون ان، هذا تكامل يساوي تكامل من صفر إلى ان المن للسرعة اللي هي 100 تي ناقص تي تربيع دي تي. شلون أجي أستخرج ان من خلال هذه المعلومة؟ راح أجي أجري تكامل اعتيادي، يعني معناها صفر يساوي تكامل المية تي، 100 على 2 معناها 50 تي تربيع ناقص التي الستة تي تربيع، هنا ستة مكاتبها، إذا معناها ستة على ثلاثة يعني راح يصير 2 تي تكعيب. هذا ميلي وين؟ هذا من صفر إلى أن، يؤدي إلى، دا تكتبون وياي، راح أجي أعوض حد أعلى وحد أدنى، يعني راح يكون 50 أن تربيع ناقص 2 أن تكعيب، إذن ناقص 2 أن تكعيب، عوضت الحد الأعلى، بعدين راح أعوض الحد الأدنى، راح أجي أستخرج 2 أن تربيع عامل مشترك، يعني معناها صفر يساوي 2 أن تربيع عامل مشترك، راح يبقى 25 ناقص أن، من صار عندي حاصل ضرب قوسين يساوي صفر، إذن معناها راح يكون أما أن يساوي صفر هذا يهمل، أو شنو؟ أو أن تساوي 25 ثانية. إذن نقطة أي احتاجت 25 ثانية حتى تروح وترجع لمكانها. قبل ما أنتقل للمطلب الثاني، منو عنده مداخلة؟ نعم، أي 25. طب ليش هم الصفر؟ هنا يعني النقطة راحت وجتي، معقولة بدون زمن؟ هنا احنا قلنا السالب مستحيل، السالب مستحيل، الان تساوي صفر يعني من الحركة من البداية، البداية الان تساوي صفر،
لكن ما طول صارت حركة، ما طول النقطة تحركت أكيد صار أكو زمن، إذن الآن تساوي صفرتهما. تمام. زين بس سؤال ما ذكر، لا إزاحة ولا مسافة، يعني ليش المسافة اللي افترضتها صفر؟ هنا الإزاحة اللي افترضتها هو هي الإزاحة. إحنا إيش قلنا بداية المحاضرة اليوم؟ قلنا الإزاحة شو تساوي؟ البعد بين نقطة البداية ونقطة النهاية. المسافة هي مجموع جميع الأبعاد. هسه أنت هنا عندك دوام مثلا الأسبوع القادم، أنت من بيتكم رحتي للمدرسة ورجعتي لبيتكم، قطعتي مسافة لو لا؟ أي قطعت. قطعتي مسافة، المسافة ربما كيلو متر أكثر أقل، لكن الإزاحة شقد؟ الإزاحة صفر. الإزاحة صفر، اللي هي البعد بين نقطة البداية ونقطة النهاية. فما طول أنت انطلقتي من بيتكم ورجعتي للبيت، إذا شو أقول هنا؟ أقول الإزاحة تساوي صفر. الإزاحة في الرياضيات هو البعد بين نقطة البداية ونقطة النهاية. تمام، شكرا. زين. نعم منتظر معين. أستاذ التعجيل عادي يصير بالسالب؟ التعجيل، الإزاحة والسرعة والتعجيل هي كمية متجهة. من أقول كمية متجهة ممكن تكون موجبة أو سالبة أو صفر. هسه أنت من استلمت النتيجة من نص سنة ولا لا؟ نعم أستاذ. زين، إيش قد ما أخذ بالرياضيات؟ أستاذ بالثمانين. بالثمانين، زين. هسه هنا نعم. من تأخذ مثلا 100 بالرياضيات ترجع لبيتكم ركض فرحان مو؟ صح. ولكن لا سمح الله إذا مثلا أخذت درجة مو زينة ترجع ركض، لو ترجع على كيفك تمشي؟ أستاذ على كيف. زين، إذا الحالة الأولى يسمى تسارع، هذا إذا كان التعجيل موجب. والحالة الثانية يسمى تباطؤ، هاي إذا كان التعجيل سالب. حتى أقدر أشبه الحالة مرة ثانية، سيارة واقفة بالترافيك لايت واشتغلت الإشارة خضراء، إذا بدأت السيارة تزيد سرعتها، هذا شو أقول عليه؟ أقول التعجيل في حالة تسارع، السيارة في حالة تسارع. ولكن هنا من بعيد اشتغلت الإشارة حمراء، أبو السيارة ايش راح يسوي؟ راح يبدي يخفف، مو؟ شو أقول هنا؟ أقول التعجيل في حالة تباطؤ، فالتباطؤ يكون سالب والتسارع يكون موجب. الإزاحة والسرعة والتعجيل ممكن تكون موجبة أو سالبة أو صفر، ولكن المسافة لازم تكون موجبة. بعد اللي عنده سؤال، طبعاً إن شاء الله بالامتحان النهائي كلكم التعجيل مالتكم في حالة تسارع، وتأخذون درجة كاملة وتفرحون وتفرحون أهلكم وتفرحون العراق. نعم سيد عش. أستاذ هاي هنا ما نفرض أن الزمن اللازم لعودة النقطة إلى موضوعها أن يعني عادي نفرض غير حرف؟ أنا أبتعد عن التي وأبتعد عن البي. يعني الأحرف اللي يعني الأحرف الباقية ماكو مشكلة، أي حرف أي حرف ماكو مشكلة. زين، هسه هنا هذا المطلب الأول. إذا صار عندي لحد الآن ناطيني هو السرعة، ناطيني السرعة، وقلنا بشكل ضمني دا يقول لي أوصل إلى الإزاحة، إذا بهالصورة هذه. المطلب الثاني إيش دا يقول لي بالسؤال؟ ثم احسب التعجيل عندها، دا يقول لي احسب التعجيل عندها، يعني من السرعة انطلق للتعجيل. شلون انطلق للتعجيل؟ إذا مباشرة القانون اللي راح أشتغله هو أي تي يساوي في فتحة للتي. إذا خلينا نشوف هذا القانون. المطلب الثاني سيكون بالصورة التالية. إذن الـ AT تساوي V فتحة للT، أروح إلى السرعة اللي نعطينيها بالسؤال، يعني راح يصير عندي 100 ناقص 12T. زين، عندها معنى شنو؟ يعني عند ذلك الزمن، عند ذلك الزمن يعني معناها راح اعوض مكان التي 25، اذا راح تصير اي لل 25 تساوي، راح تصير 100 ناقص 12 في 25، هذا راح يكون 300، يعني معناها سالب 200. شنو هذا السالب 200؟ هذا متر
على الثانية تربيع مع طول طلع التعجيل سالب يعني التعجيل تباطئي. نعم صديق. استاذ القانون مال الاس التي يساوي تكامل من اي للبين لازم نكتب فاضل او لا؟ هنا مو انت شو راح تعوض؟ فاذا استاذ يعني ما نقدر نكتب ماكو مشكلة. لا ماكو مشكلة يعني تقدر هنا مباشرة بس اريدك لا انت الاس تي لازم تكتبها يعني حتى تميز بين هنا تشتغل ازاحة. نعم استاذ. فاكتب القانون وبعدين هنا عوض افضل حتى يكون حلك مرتب. زين تمام. نعم بعد اللي عنده سؤال حارث. استاذ ايش وقت تكون الوحدات بمتر بيس مرات تكون يعني متر وياها الساعة هو كيف واضع السؤال يريد يسويها متر يريد يسويها كيلو متر يريد يسويها سنتيمتر بكيفه كل الأسئلة اللي موجودة عندي بالمسافة واللي جاية بالوزارة هي تكون بدلالة وحدات موحدة يعني لحد الآن ما جاي السؤال تحتاج إلى توحيد وحدات فهذا بعد بكيفه يعني هسه هنا لو أجي أباوع السؤال اللي اجى بالوزاري عام 2016 و19 مرتين شوف هنا الوحده شو مسويها مسويها كيلومتر بالدقيقه فبكيفه واضع السؤال هو بكيفه فانت هنا تلتزم بالوحده قال لك كيلومتر اخر شيء تقول له كيلومتر قال لك متر اخر شيء تقول له متر الزمن قال لك دقيقه تقول له دقيقه ثانيه تقول له ثانيه استاذ نعم. دائما احط الزمن يعني احط الكيلومتر او المتر وياها الزمن طبعا لازم. طبعا لكن هنا هو راح يعرف لك الازاحه وين والزمن وين هو راح يعرفه لك بالسؤال فانت راح تجي تلتزم بالوحدات اللي ناطك اياها هذا السؤال اريدك تاخذ له صوره وراح يكون واجب عليك نعم اي 25 استاذ اكو احتمال يغير يعني يعطينا وحدتين بنفس السؤال واحنا لازم نحول وحدات يعني لحد الان كموضوع ما يعني ما وارد السؤال لكن اجى بالمعدلات الزمنيه ممكن ينعاد في موضوع المسافه فاني هنا انتبه على الوحدات هو دائما شي يعطيني هو مدى يعطيني وحدتين مختلفه يعني دا يعطيني مثلا سرعه كيلو متر بالدقيقة ما عندي بعد فشي حتى أحول إلى فمن أجي أستخرج الإزاحة رح يكون بدلالة الكيلو متر من أجي أستخرج الزمن رح يكون بدلالة المتر أو عفوا بدلالة الدقيقة وهكذا إذا أريد أستخرج التعجيل رح يكون وحدة الإزاحة على مربع وحدة الزمن فإذا قايل لي متر على الثانية أنا أقول له متر على الثانية تربيع وإذا قايل لي كيلومتر بالدقيقة أقول لك كيلومتر بالدقيقة تربيع. نعم بعد منو عنده سؤال إذن هذا السؤال أخذوا له صورة أريده واجب وينحل بنفس الأسلوب إن شاء الله يوم الجمعة إحنا عندنا امتحان في موضوع المسافة وموضوع المساحة سؤالين عن المساحة وثلاث أسئلة عن المسافة ضمن الأفكار اللي سولفناها اليوم. نعم منتظر مؤيد. استاذ الاسئله الواجب كلها تذهب قبل الفجر لو لا 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 لا, لا 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 بس هنا هذا السؤال ابو 57 على 6 الباقيين لا حلها على راحتك حتى لو على باشر يعني لا تدز لي اياها لان كل هالحلول مالتها موجوده عندك بالملزمه هذا السؤال ما محلول بالملزمه فاريدك اذا وصلت لل 57 على 6 دزه حتى الباقيين يستفيدون من اخطائهم نعم. واذا ما وصلت للجواب انتظر جماعتك راح يدزون وشوف الخطا مالتك وين. نعم صديق. نعم استاذ اي صديق المساحه والمسافه اذا يعني نموذج اسئله وزاريه بنسخه مال اسئله وزاريه يجني سوى يعني لو اذا جاء واحد ما يجي الثاني لا لا مو شرط مو شرط يعني هو يفترض بان المساحه والمسافه يعتبروه كموضوع واحد يعني ده يجي لو مساحه لو مسافه مبرهنة رول والقيمة المتوسطة والتقريب يعتبروه موضوع واحد ولكن بالوزاري جابوا رول وتقريب بنفس النموذج مال الأسئلة ممكن يجيب مسافة ويجيب مساحة فماكو قانون يعني لو هذا لو هذا بكيف واضع السؤال تمام استاذ شكرا بعد منو كان عنده سؤال نعم استاذ يوم الجمعة الامتحان مال المساحة من البداية داخل المساحة أكيد لازم تقروها كلها المساحة أن تقاريها بس مراجعة سريعة للمساحة وتقروا للمسافة بشكل كامل بعد اللي عنده سؤال نعم سيدة عش بس لسه خلصنا محاضرة لا لا بعد 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 عندنا سالوفة بعد
زين استاذ يعني بعد هواي شو يلا ان شاء الله ما ضل شيء بعد تعبتوا لا استاذ بس عندي امتحان خلاص يلا بس هالفكره بس هالفكره ما عندنا شيء اذا هذه الفكره الثانيه جسم يتحرك على خط مستقيم لا تكتبون هذا السؤال لا تكتبوه هذا راح يكون من ضمن الواجبات جسم يتحرك على خط مستقيم وكانت سرعته هذه أمامكم وكان بعده بعد مرور 4 ثواني من بدء الحركة يساوي 20 جد الإزاحة عند كل نون إذن هنا ركزوا وياي على آخر ملاحظة في درسنا اليوم من عندي معادلة سرعة عندي معادلة السرعة اتفقنا بأن رح يكون السؤال بواحد من 5 احتمالات السؤال يكون 1 من 5 احتمالات هذا اللي موجود بالكتاب حاليا لكن اللي كان موجود قبل 2010 بالكتاب المنهجي كان عندي احتمال سادس هذا الاحتمال السادس رح أسولفه هسه للاحتياط أخاف يجي بالامتحان الوزاري يعطيني معادلة السرعة وياها شي يعطيني يقول لي وكانت الإزاحة مثلا تساوي 20 بعد مرور 3 ثواني وإذا علمت معادلة السرعة وعلمت الإزاحة والزمن يعني معناها سووا تكامل غير محدد إذن الاحتمالات 5 اللي كانت بالكتاب وما زالت بالكتاب بأن كلها تكامل محدد تكامل التعجيل وصولا إلى السرعة هو غير محدد لكن تكامل السرعة وصولا إلى المسافة والإزاحة كلها تكامل محدد إلا هذا الاحتمال اللي راح نسميه الاحتمال رقم 6 يكون تكامل غير محدد إيش وقت إذا علمت الإزاحة والزمن بالسؤال إذن هذا السؤال من ضمن الواجبات الواجبات دزيت لكم إياها على الجروب وراح نعيدها مرة ثانية هذه الملاحظة كلش مهمة تكتبوها بالدفتر من توصلون للسؤال هذه تكتبوها للدفتر إذا علمت معادلة السرعة وطلب إيجاد الإزاحة في ثانية محددة الإزاحة بعد مرور 3 ثواني أو الإزاحة عند أي زمن مثل هذا السؤال وعلم في السؤال بعد الجسم والزمن المقطوع عنده فإن نوع التكامل سيكون غير محدد تشوفون السؤال شكل جاي بالوزاري جاي بال2010 وبال2003 وبال2010 تغير الكتاب أصلا يعني هنا مو تغير جوهري يعني صارت به إضافات هذا تكامل السرعة وصولا إلى الإزاحة كان عندي من ضمن الاحتمالات غير محدد انلغى من الكتاب ولكن تقولوا لي يجي بالوزاري اقول لكم احتمال كل شيء يصير لذلك هنا خلي ناخذه للاحتياط ايش راح اسوي هنا ما طول ناطيني الازاحه 20 والزمن 4 اذا دا يقول لي سوي تكامل غير محدد الجذور احولها الى اسس المقام صعد إلى البسط أجري عملية تكامل اعتيادي الجذور أرجعها أو الأسس النسبية أرجعها إلى جذور عوضت مكان الأس 20 مكان التي 4 طلعت قيمة السي وعدت تعويضها إذن هذه الإزاحة في أي زمن للاحتياط أخاف يجي السؤال بالوزاري هذا راح يكون من ضمن الواجبات هذا السؤال أيضا هنا من ضمن الواجبات مباشر جداً آخر حكاية راح أحكيها اليوم حتى ترحون تعبناكم بأن أريد أعطيكم نصيحة مهمة جدا ليس بالضرورة ركزوا وياي ليس بالضرورة أن كل المعلومات المعطاة في السؤال تحتاج في حل هذا السؤال صارت بالرياضيات وصارت بالفيزياء ويمكن صارت بالكيمياء في سنة من السنين وشوفوا هذا سؤال 2004 جسم يتحرك على خط مستقيم بتعجيل ثابت مقداره 5 نعطيني تعجيل شلون أوصل للسرعة تكامل شنو نوع التكامل غير محدد كاملت وصار عندي ناتج التكامل هذا زين السرعة نعطينا إياها 45 الزمن ناطنا 6
زين عوضت مكان التي 6 ومكان الفي 45 طلعت قيمة السي وعدت تعويضها بالمعادلة السي طلعت 15 صارت 5 تي زائد 15. هسه ايش جايريد مني؟ جد السرعة عندما تي تساوي 2 اذا صار عندي في للثنين تساوي 25. في وقتها بالألفين وأربعة الطلاب انسطروا بهذه القيمة اذا قالوا عندنا 180 متر الإزاحة ليش نعطيني معلومة محتاجيتها بالحل؟ فالطالب قام يعني يشك بنفسه يقول يمكن الحل مالتي خطأ ليش ما استخدمتها؟ ممكن صايرة بالوزاري ولكن هذه الحالات يعني بنسبة 10% تكون متعمدة ونسبة 90% تكون سهواً. شنو هذه السهواً؟ ممكن السؤال هو بمطلبين، مطلب A ومطلب B، وهذه 180 أنا أحتاجها بالمطلب B كأن يقول لي بالسؤال أريد منك الإزاحة في أي زمن. زين إذا كانت الإزاحة في أي زمن لازم شو تسوي؟ لازم تكامل السرعة، وتكامل غير محدد عندك الإزاحة وعندك الزمن تستخرج بها ثابت التكامل. طبعا هنا ثابت التكامل بعد ما يصير نسميه سي، ما طول هنا سي كتبته لو أكتب سي 1 وسي 2 لو أختار حرف آخر مثلا دي. فربما أقول 90% بالألفين وأربعة السؤال كان مطلبين أي وبي، وبعدين قرر واضع السؤال بأن يخفف السؤال يبقي فقط الفرع أي. كان المفروض بي شنو هو؟ المفروض هذه 180 يلغيها بأن ما يحتاج الطالب ولكن بقى. فمن ده تصير هيك يسهو، فأنت هنا المعلومة اللي تخليها ببالك ليس بالضرورة بأن كل المعلومات اللي تجيك بالسؤال تحتاجها بالحل. اللي عنده مداخلة؟ نعم حارث. استاذ بس الاحتمال الاخير السادس اللي قلت يعني من 7 ضد الوزاري شو يعني مو كلش فهمته، ممكن تجاوب الزحمه هنا؟ انت اذا عندك معادله سرعه يجيك بالسؤال معادله سرعه، السرعه مثلا يقول لك الفي تي تساوي 3 تي تربيع ناقص 6 تي زائد 5 مثلا، يقول لك جد الازاحه في اي زمن؟ علما أن الإزاحة تساوي 50 بعد مرور 3 ثواني. من نعطيك معادلة سرعة ونعطيك وياها إزاحة وزمن يعني نوع التكامل حيكون تكامل غير محدد. واضح؟ من نعطيك معادلة سرعة ونعطيك وياها إزاحة وزمن يعني كامل السرعة توصل إلى الإزاحة شنو نوع التكامل؟ هو غير محدد. الغير محدد راح يكون ويا زائد سي، راح تجي تعوض مكان الأس بما يساويها مكان التي بما يساويها حتى تستخرج قيمة سي. إذا أستاذ ممكن ترجع لعصورة مالت هذا الاحتمال؟ نعم بس دكتور السؤال ما قلت زين. لا هو أصل الاحتمال هو هذا، لا مو هذا عفوا، إذن هذا السؤال موجود انت هنا موجود بالملزمه عندك ماكو داعي تاخذ له صوره. اذا اخذتها عشيدك شكرا. زين اذا هذه الاسئله راح تكون واجب، دزيت لك الواجبات على جروب ماتك والى نهايه موضوع المسافه. اذا كل هذه الاسئله هي واجب عندك اليوم منا الى يوم الجمعه. راح نمتحن ان شاء الله في موضوع المسافه والمساحه الأسبوع القادم إن شاء الله، سيكون درسنا هو المعادلات التفاضلية الفصل الخامس، ولكن الجلسة الأولى من الزوم ستكون مناقشة للأسئلة الواجب وش عندك مشاكل صارت في موضوع المسافة قبل ما نسولف عن المعادلات التفاضلية. نعم أي 39 أستاذ يعني الجمعة اللي عقب باشر الامتحان؟ عقب باشر الامتحان نعم. زين بعد اللي عنده سؤال؟ ماكو سؤال؟ يلا اليوم تعبناكم، المحاضرة شوية صارت أكثر من اللازم. إذن شكراً لحضوركم وإلى يوم الامتحان تصبحون على خير.